واحد بقى شال الليله دي نعم كلها النهارده ومن امبارح يعني محمد صلاح. نعم. ايه رايك في الهجوم وانتقاد محمد صلاح جدا انه ما بيقدمش مع المنتخب زي ما بيلعب مع الليفر، انه ما بيديش بروح، انه ما بيلعبش بقلب، رايك ايه في الحكايه دي؟ لا طبعا يعني دي بتبقى وجهات نظر، واكيد طبعا الكره بتتحمل كل وجهات النظر، ولكن طالما بنتكلم على تحليل اداء لازم نتكلم بارقام. يعني طالما احنا ما اتكلمناش بارقام بقى يبقى الامر وجهه نظر، وطبيعي كل واحد حر تماما في انه يقول وجهه نظر، لكن فكره ان محمد صلاح النهارده بيأدي في ليفربول بطريقه مختلفه عن اللي بيأدي فيها منتخب مصر، ما صح على فكره ده كلام صحيح فعلا. ليه؟ لان القماشه هنا غير القماشه هنا، التوظيف هنا غير التوظيف هنا، حتى ايفن يعني دليل على اللي انا بقول لك على كيروش لما طلع في المؤتمر الصحفي وقال لك اتسأل انت ليه بتلعب، هتلعب 4 3 3 مع مصر ولا هتلعب ب 4 2 3 1؟ قال لا انا مستمر ب 4 3 3 كمان عشان دي مناسبه لمحمد صلاح ان هو بيلعب بيها في ليفربول. هذا الشخص اللي قال لك انا هلعب ب 4 3 3 ده كلام حلو على فكره. اه طبعا طبعا انا هربط لك الدنيا كلها. يعني هو نفس الشخص اللي استبعد طارق حامد. هو نفس الشخص يعني هذا الشخص استبعد فابينيو بالظبط، فاهم؟ تخيل انا بقول لك انا اوكي انا هستغنى عن بلاي ميكر وهدي وظايف البلاي ميكر وواجباته لاحد الاجنحه او لحد من الاثنين هيلعبوا مركز 8 معايا. صح. نفس هذا الشخص هو اللي استبعد طارق حامد وقال لك لا 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 مش هتكلم الاستبعاد، ويحسسك انه واثق في قراره لابعد حد. وبالتالي انا بشوف ان محمد صلاح بيتحط في الدايلاما دي او في الدايره دي مش بسبب محمد صلاح. محمد صلاح طبيعي جدا جدا لعيب مهم، ويكفي يكفي ان احنا امبارح شفنا نيجيريا كانت كل تركيزها على جابت محمد صلاح بثلاث لعيبه، حاطين ثلاث لعيبه محمد صلاح ده حتى ممكن تخلي بالك ممكن انت تستخدم كمدير فني محمد صلاح كاموفلاج تعمله كمين. بمعنى ايه؟ انت مركز مع محمد صلاح اوكي ركز معاه، عمر مرموش ومصطفى محمد انتوا بقى سكرينات للمدافعين وخدوا المساحات اللي محمد صلاح هيوفرها لكم. كل ده الشغل ده ما ظهرش. لا فانا طبعا من تاني من حق اي حد انه ينتقد محمد صلاح، محمد صلاح مش يعني قابل للنقد طبعا، ولكن انا اختلف انك تشيل الليله أيوة. لمحمد صلاح في وسط هذا الكم من التخاريف الكرويه اللي احنا بنشوفها من ساعه كاس العرب. طيب.